يوم السبت بإذن الله. لكن التقرير الأخير، في أحد فيكم قاعد يتعشى؟ رجاء اللي يتعشى وخر عشاء، أكرر اللي قاعد يتعشى يشرب شاي ياكل درابيل يشرب كرك شاي حليب يشرب روب. خلصنا؟ نبهت؟ وقف وقفوا عشاكم أساس ما تقولوا ما قال بحمد. وقفوا عشاكم وقفوا عشاكم وقفوا عشاكم وقفوا عشاكم. الحين بعرض هذا التقرير، أي كاميرا بعرض هذا التقرير. لا تعشون، وخروا العشاء. جاهزين؟ جاهزين؟ وقفتوا أكل؟ خلاص؟ مو تقول لو عتبنا خلصنا. عطوا التقرير لمخرج. خلصنا اليوم، خلصنا الاربعاء. تقول يا ابو احمد شنو اللقطه يعني؟ ودا قلت لكم لا تحد عشاء واخره، وهذا اقل شيء. الباقي عشاء بتسوونه يعني. عموما وصل